جاني على بيتي او جيت على بيتي ما فيها شيء، هذا دليل على انه في تواصل، انه في يعني عالم الانترنت يجب انك توضح الصوره حتى تصل الفكره للمتلقي. يعني انت استاذنا يعني هي المقصود يا استاذي حبيبي. انا ماشي ضده ابدا، انا معه، انا حتى على راحتي. انا بحكي له يعني بحكي له صادق، بقول لي مازن ديان عامل يعني هجوم او ما بعرف شو على هاله هذه، قلنا غريبه يعني ما ما ما, ما في شيء. ما طخينا بعد، ما طخينا. عفوا ما سمعتك. بقى ما طخينا لا. طيب لا ابدا، خلينا نتفق على هالكلمه، سواء يعني هاله هذه او اي مطرب او اي مطربه، يعني يبدو انه في حاله ظلم عمرها 20 سنه لهذا الطرف او للطرف الاخر وكذا. فاحنا بغض النظر عن التسميه بالاسم، يعني شوي يعني اداره المهرجان تلتفت لهالفنان، لانه قرات انه من 7 سنوات قدمت طلبوا منها اوراق او شيء من استاذ من المسؤولين في المهرجان وقدمته، الموضوع انه اوكي بعدين الموضوع انتهى. طيب هل يعني هذا موضوع هي ما بتتدخل في الكومنتس يا استاذ مازن، ما بتتدخل في تعليق الناس، يعني ممكن واحد يقول لك لا كرامه لنبي في وطنه او كذا، هذا موضوع ثاني يختلف، لكن احنا فينا نسمع راي نفس الشخص، صح ولا لا؟ حبيبي انا انت هلا عم تحكي الشيء ده انا حكيته على فكره. نعم انت ما عم تحكي الشيء ضد اللي انا حكيته. اوكي هيك معناته انا بكون انا غلطان او فاهم غلط؟ بالعكس انا انبسطت اني سمعت صوتك اصلا. كمي يا كبير اقول لك شيء، يعني معلش احنا خلينا نكون يعني دائما نمسك العصا من النص، مع اذا جاز التعبير، انه اذا في مثلا مطرب يشعر بالظلم كونه انه ابن بلد وما عم يدخل لمهرجان جرف، ترى مهرجان جرف له اكثر من 30 سنه، يجب انه نقول له يا اخي شو قصتك انت، شو ليش مبتعد، ليش كذا، انت كنت في القاهره، كنت في ليبيا، كنت في اي بلد؟ هي كانت في مصر اللي بعرفه، واجت يعني انا عم بقرا اشياء يعني يكفي انه محمود ابو عبيد هذا الهرم الكبير الذي كان يعلق على تعليقات مهرجان جرش كتب تعليق واعجبني جدا تعليقه، انا قراته ما في مشكله. محمود ابو عبيد والسيده نبيله السلام. اذا انت عم تتواصل مع الفنانه هاله هادي بديك توصل لي شيء لها، توصل لها وتقول لها انه الجمهور بحاجه انه يسمع منك اشياء جديده. اشياء ما في اشياء اعمال جديده. اعمال جديده ما موجود يا خيي، اغنيه الام احنا بشهر 5 قبل شهرين عملت اغنيه هزت كل الناس. انت بتشتغل معها؟ انت بتشتغل معها؟ مع لانا، مع بنتها لانا. ما بيوصلنا ولا اي شيء من الاخبار يعني لا للراديو. لحظه بس خليني اقول لك، يعني لا على الراديو على صوت الغد عم بقدر بسر لها اغاني. اليوم لما حكيت الخبر فتحت اليوتيوب وحطيت المثل تبع زمان تبع شاديه. ايه طبعا عرفت يعني إيه. يعني يمكن في ما في تواصل ما بين الفنانه هاله هادي وبين الميديا، وانا بشد على ايدكم انه تترك لي رقم حضرتك تحت الهواء اذا بتجيب لحتى نضل دائما على تواصل، لانه اليوم على الهواء لما حكيت عنها تحت اليوتيوب وحطيت غنية من اليوتيوب لانه ما عندي اغاني لإلا صراحة. بس هيدا هو الموضوع، هيك سلمني عليها وتسلمني على بنتها ولنا لقاء قريبا، وانا بعثت لها اليوم على الفيسبوك اذا انت بعمان بس كانت طلعت اوف لاين ما قدرت اتواصل انا وياها، بدي منك لو سمحت خذي رقمك تحت الهواء لحتى انا احكيك بعد البرنامج اذا الله راد، وشكرا لك.